السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ان شاء الله شابتر او فيديو انترستنج جدا، بيتكلم على هدوب. قبل ما نخش في فيديو جديد هنتكلم، احنا شرحنا ايه المره اللي فاتت. احنا اتكلمنا في اول فيديو في الشابتر ده على الديستريبيوتد سيستمز، وشرحنا سيمبل اكزامبل ازاي ممكن نعمل بروسيسنج لبيج فايلز او بيج داتا فايلز باستخدام اكتر من جهاز او بشكل ديستريبيوتد بنظم موزعه. وبعد كده شرحنا ان احنا اكزامبل نفس الاكزامبل، بس قلنا ازاي ممكن نعمل يعني مور كومبلكس فانكشن، اللي هي قلنا ساعتها اللي هي وورد كاونت اكزامبل باستخدام الديستريبيوتد سيستمز. حلو، وحسينا واحنا بنتكلم قد ايه ان الموضوع فيه شويه تعقيدات يعني، وعندنا نشرح ان احنا لو اكيد في الحياه العمليه محدش بيقعد يمنش كل حاجه ويعمل مودلس فانكشنز عملناها كده مانوال بايده، ففي الغالب بنستخدم فريم وركس هاير ليفل شويه تسهل لنا الدنيا دي. طيب، فبناء على الكلام ده كله احنا النهارده هنبدا نتكلم معانا يعني واحد يعني سيستم او واحد من اشهر النظم الموزعه اللي طلعت في الفترات اللي فاتت دي، اللي هو هادوب. هنتكلم عنه النهارده وهنشرح ليه هدوب ده مهم. فاول حاجه هنشرحها في الفيديو النهارده هنتكلم ليه احنا عايزين هدوب، وبعد كده هنتكلم على في الفيديوهات دي برضه هنتكلم على ال HDFS والكونسبت بتاعته وشغاله ازاي. وبعد كده هنتكلم عن هنخش ماب ريديوس بقى. احنا ما شرحناش ماب ريديوس اصلا، احنا اللي شرحناه ده في المره اللي فاتت، الفيديو اللي فات واللي قبله، كان الاركتكشر او جنرال كونسبت بتاعت ماب ريديوس، بس ما شرحناش بقى فعليا هل ماب ريديوس شغاله بالشكل البسيط اللي انا شرحته ده. لا يعني هي فيها تفاصيل كتير جدا وهنتكلم بيها بشكل تفصيلي، وهنخش في الهدوب اركتكشر والايكو سيستم بتاعته. هنشرح نشوف ايه الهدوب اركتكشر شغال ازاي تفصيلا جوه هدوب، ازاي نظم موزع شغاله وهنتكلم عليها. وبعد كده هنتكلم ازاي هدوب بيحفظ الفايلز وازاي بيدستريبيوت الفايلز وازاي بنقدر نعمل بروسينج للداتا دي. و هنبدأ في هدوب، بس قبل ما نبدأ في هدوب الفيديوهات تتقسم بشكل اللي انا هقوله ده. احنا اول حاجه هنتكلم ان جنرال عن هدوب واهميته وشغال ازاي والكلام ده. بعد كده هنتكلم على الكومبوننت بتاعه هدوب اللي هي غالبا هيبقى عندنا HDFS وحاجه اسمها يارن وحاجه اسمها بروديوس. هناخد كل واحد فيهم فيديو لوحده. بعد كده هناخد 3 او 4 فيديوهات هنشرح فيهم ما بروديوس اكزامبلز من اول بيزك لغايه ادفانسد اكزامبلز. دي الشكل اللي احنا هنمشي فيه في الست او سبع فيديوهات الجايين اللي اوريدي هنشوفهم قريب ان شاء الله. طيب نبدا في اول حاجه انتدكشن تو هدوب. الايديا بتاعت هدوب او الفكره اصلا بتاعت هدوب جت ازاي. ان جنرال كان في حاجه اسمها كانت شغال في جوجل او ناس بتوع جوجل كانوا شغالين على او كانوا شغالين قبل ما يبقى هدوب يطلع على حاجه اسمها جوجل فايل سيستم. طبعا جوجل احنا عارفين هم من اكبر السيرش انجنز، وهم عندهم فعلا ناس بقى بنتكلم على البيج داتا، هم عندهم فعلا بيج داتا، وبالتالي هم عندهم النيدز للداتا دي. يعني هم عندهم النيدز ان احنا ازاي نبروس الداتا الكبيره دي وازاي نديزاين الكلام ده، فهم اكيد كانوا بيواجهوا مشاكل اللي كل العالم بيواجهها. فبداوا الناس عملوا حاجه اسمها جوجل فايل سيستم. جوجل فايل سيستم ده يعني هو يعني البيزك ايديا او مش بيزك ايديا، هو الايديا او البيبر او الفكره اللي طلع فوقيها اللي هو هدوب فايل سيستم. والماب ريديوس البيبر بتاعتهم برضه هم عملوا موديل كده للبروسيسنج. الموديل ده لما نشروه الناس بقى استخدموا، والاثنين مع بعض اندمجوا بقى عملوا اللي هو هدوب فايل سيستم والماب ريديوس جوه هدوب. الفكره بشكل عام برضه عشان فاهمين ان البيبر دي لما اتنشرت الناس اخدت الفايل سيستم بتاعهم ده واخدوا ماب ريديوس دي وحطوها مع بعض في بلاتفورم. بس الموضوع في تفاصيل هيستوري انا مش شايف مش موضوعنا، وانا بصراحه ما قريتش البيبر بتاعت الجوجل فايل سيستم، صارت هدوب فايل سيستم طبعا. فانا حطيتها اللينكات دي لو حد انترست انه يقرا عنها ويعرف الدنيا ماشيه ازاي او ايه الفكره جت ازاي اصلا منهم. دي اللينكات اهي. ثم السؤال بقى اللي بيجي دلوقتي، انا بشرح فيديو ده 2021، السؤال ده بيجي لي حرفيا كل مثلا اسبوعين او اسبوع بشكل دوري. احنا هل هدوب مات؟ يعني هل في نيد، يعني هل في اي احتياج لهدوب حاليا؟ ليه الناس محتاجه لما نبدا حد في بيج داتا محتاج يعرف شويه تفاصيل عن هدوب؟ طبعا هو ممكن حد ما يعرفش حاجه عن هدوب ويشتغل في بيج داتا اصلا عادي، مش لازم كل الناس تكون عارفه كل حاجه عن هدوب عشان يشتغل في بيج داتا. بس لو حد عايز يشتغل في بيج داتا وهيقدر يعمل هيشتغل في الاي تي ال او داتا انجينير وهيعمل اي تي ال جوبس وديزاين والكلام دهوت، لا محتاج يعرف شويه حاجات عن هدوب. بس هيجي السؤال التاني يقول لي بس هو اصلا في ناس حاليا بتشتغل بهدوب؟ هنشرح الكلام ده قدام شويه. بس لسه في ناس هدوب، معظم الناس شغاله اون بريمس
تقريبا شنو معظم بس 80% مثلا شغالين بهدوب ديستريبيوشن بتاع كلاوديرا. انا مش يعني ايه الكلام ده بس يعني هدوب عشان يطلع برودكشن او عشان يشتغل. في بعض الشركات اخدته كده وظبطت كام حاجه فيه وعملته زي كوميرشال فيرجن يعني عشان تبيعه للشركات. يعني هو اوبن سورس وببلاش كل حاجه بس هي بدات الناس تاخده وتبيعه للشركات او تدي له سبورت للشركات. نفترض عندي بنك، البنك ده ما ينفعش تطلع داتاته اونلاين او يطلعها كلاود، فبيعمل كل الكلام ده عنده فيرجن لوكال. طب هل الكلاود بروفايدر ما عندهمش هدوب؟ لا طبعا، يعني في ناس برضه كلاود بروفايدر بيبقى بيهوست هدوب كامل اللي هو اي ام ار على مثلا اي دبليو اس، تقدر تخش عندك كلاستر هدوب وتحط فيه كل التفاصيل. طيب ستيل السؤال ده محتاج ان انا افصص فيه شويه. هل هدوب خاص خلص؟ هل في احتياج لهدوب في الحياه عامه؟ في احتياج لهدوب، اي ناس شغاله اون بريمس محتاجه هدوب. حاجه تانية، حتى لو انت مش هتستخدم هدوب هتشتغل، يعني انت مش هتستخدم هدوب فايل سيستم وهتستخدم مابريديوس اصلا كيكا مابريديوس يعني تقريبا محدش بيستخدمها خلاص، بس انت هتحتاج تستخدم فايل سيستم جديد وهتحتاج تستخدم مثلا حاجه زي سبارك. هتلاقي لو انت فاهم هدوب فايل سيستم شغال ازاي وفاهم مابريديوس شغال ازاي، هي كل كومبوننت يعني سبارك شغال نفس الايديا بتاعت مابريديوس تقريبا، يعني اصل الايديا بتاعت ديستريبيوشن يعني فلينك نفس الكلام، تلاقي كونسبت واحده. وانا شفت يعني وانا بتكلم مع فريق العمل بتاعنا ان احنا نبدا بهدوب عشان نوضح البيزك ايديا وبعد كده نروح لل advanced او higher level APIs. اخر حاجة، طب واحد لا انا مش حابب هدوب وانا ما بحبش او ما عنديش نية ان انا اذاكر هدوب، هل في بديل؟ انت ممكن تروح الله مثلا امازون مثلا عندها الفايل سيستم بتاعها شغال ازاي والاي بي اي بتاعها تفاصيلها، تلاقي موضوع قريب من بعضه يعني انت مش محتاج انك انت تذاكر هدوب. بس انا بقول لو انا يعني وجهه نظرنا ان احنا لا انت محتاج تذاكر هدوب وتذاكره قبل ما تبدا تشتغل في الحاجات الهاي ليفل او الادفانسد. طيب ايه هدوب بقى؟ احنا قاعدين بنتكلم هدوب هدوب هدوب، بس انا يعني مفترض ان انت سمعت الكلمه دي كتير وانا بحاول بقى اجاوب على السؤال الاولين، هو هل الناس احنا محتاجينه او هو مات ولا لا. طيب بعد ما جبنا على السؤال ده المفروض دلوقتي واضح اتمنى يعني نشرح بقى ايه هو هدوب اصلا. هدوب ببساطه هو سوفت وير يعني هو هاير ليفل او اي بي فريم ورك دي بتساعدنا ان احنا نستور ونبروسس وانلايز اللارج سكيل اوف داتا او بيج داتا زي بيتقال او لارج اماونت اوف داتا ايا كان الاسم يعني. طيب فاحنا لما بنيجي نتكلم هدوب هو في الاخر ايه؟ هو سوفت وير، هو فريم ورك. يعني انت ممكن تاخد تشيل هدوب ده هنشوف هدوب بيتكون ايه وتعمل فريم ورك بتعمل فانكشنال بتاعته وتسميها اي اسم مثلا علي اي حاجه. فبالتالي لو انت عندك المسمى بتاع هدوب هو مش هاردوير فعليا، هدوب هو سوفت وير بس بيتحط على هاردوير وبيشتغل، هنشوف ازاي بعدين. بس ده بيزك هدوب هو عباره عن ايه. هدوب اوبن سورس. تقول لي واو ايه يعني اوبن سورس؟ يعني استفدنا ايه؟ في سؤال بيتسال في انترفيوهات كتير جدا على الفكره بيهايند هدوب، يعني ليه هدوب لما طلع شاين قوي؟ لان كان في سوفت ويرز بتشتغل او ديستريبيوتد سوفت ويرز بس كانت غاليه وكانت بتتطلب حاجات كتير جدا عشان تشتغل. اول حاجه ان هي ما كانتش فري اصلا، فكان شركه مثلا عايزه تشتغل تانلايز بيج داتا مثلا عندها ونفترض شغاله على داتا هاوس زي تيرا داتا ولا اوراكل، اكزا داتا واوراكل، اكزا داتا على اوراكل او تيرا داتا. انت متخيل ان هم لو عندهم مثلا كل يوم 50 تيرا بايت اوف داتا او 30 تيرا بايت اوف داتا وبيشغل وعندهم تيرا داتا مثلا داتا هاوس، متخيل تيرا داتا دي كلاس هيبقى حجمه قد ايه او كوست قد ايه؟ طبعا كبير جدا. بس الفكره في ايه؟ ان هو اصلا مش ببلاش كسوفت وير، مش ببلاش، فانت بتدفع لايسنس لاكتر من حاجه. طيب فاول حاجه كانت ميزه في هدوب انه اوبن سورس، اي حد ياخد الكود يعمل فيرجن بتاعته. وعشان كده ساعات بيحصل خلطه، ما حد يقول لي بس انا لقيت ان في حاجه اسمها كلاوديرا هدوب كلاوديرا او هوتونور كلاوديرا او يعني مش فاهم مش هو اوبن سورس ليه الشركات بتاخده. هو الامر ببساطه ان شركه مثلا زي كلاوديرا هم ناس فاهمه هدوب كويس فبيقول لك طب في شركات مثلا صغيره او متوسطه او ما عندهاش النولج فهم اخدوا هدوب ده عملوا زودوا عليه شويه فيتشرز كده صغيره عشان يعملوا انستليشن بسهوله ويظبطوه بسهوله ويبيعوه للشركات. بس هم هل بيبيعوا هدوب؟ لا، هم بيبيعوا السوفت وير اللي زودوها على هدوب وبيبيعوا السبورت لو انت عايز مثلا اظبط لك كلاستر اسطب لك لو عندك مشكله احاول اساعدك فيها. فهدوب يعني السورس بتاعه الاساس بتاعه هو كله ببلاش، تمام؟ او سوري كله اوبن سورس وطبعا اكيد ببلاش يعني. طيب النقطه اللي بعد كده هدوب بيرن على بنسميه الكوموديتي هاردوير او الستاندرد هاردوير. الموضوع ده برضه مهم جدا، ما حد بيجي يسالك في انترفيو
ايه البريك ثرو اللي هدوب عمله ان هدوب بيرن على اي هاردوير مش محتاج سبيشال هارد عشان ارن عليه. هتقولي طب ما عادي، لا طبعا مش عادي. انت بص على برضه زي ما قلنا داتا وير هاوس، لان كانوا بيرنوا على سيرفر بشكل معين والسيرفر الواحد كان كوست جدا وفلوس كتير جدا، لكن دلوقتي لا احنا ما عندناش او مش محتاجين الكيس دهيت او مش موجوده عندنا النيد ان احنا يكون عندنا هاردوير معين عشان نسطب هدوب. ودي ميزه كويسه جدا. ولو انت حتى بتشتغل او تقدم انترفيوهات حتى في الشركات الكبيره زي امازون، السؤال ده لازم بيتسال غالبا، يعني بيقول لك ليه يعني ايه البريك ثرو اللي هدوب عمله في المجال بتاع البيج داتا وليه كان مهم. من ضمن الحاجات غير ان هو اوبن سورس وبيشتغل على كوميونتي هاردوير، فيخليني انا عندي اي سيرفر ادخله على كلاستر واقدر استفاد بالبروسيسنج بتاعه، مش محتاج سيرفر معين. طيب هدوب فكرة الاركتكشر والإكسوستم بتاعه هدوب في حد ذاته هو ليه اركتكشر حلو أساس وهنتكلم عليه بعدين، بس اللي كان مقوي هدوب أو اللي عمل هدوب الصيت هو الإكسوستم فوقيه. إنك أنت تقدر تركب فوق هدوب ده سيكوال إنجين، بروسينج إنجين، داتابيز إنجين، أي كان الإنجين تاس تحطه، ماشين ليرنينج إنجين، كان في حاجة كتير جدا طلعت وركبت على هدوب. فدي كانت ميزة كويسة جدا في هدوب، ان هو في الاخر framework software لـ EBI، اي حد يقدر يكون EBI دي، ودي حتة قوية جدا في هدوب. طيب هدوب لي core components، core components دول هنفصصهم حتة حتة بالتفصيل. الفيديو ده احنا مش هنتكلم على الكومبوننت، هنتكلم هدوب بشكل عام. بس ايه هما الكومبوننت هدوب اللي احنا عايزين نكون متأكدين احنا فاهمينهم؟ هدوب اول حاجة بيزك فيه هو الهدوب file system. عندنا ال HDFS اللي هو Hadoop Distributed File System. ايه هو باختصار؟ File System Storage. طيب الستورج شغالة ازاي؟ هي ليها ميكانيزم معين، بس هي ليها شوية خصائص. من ضمنها مثلا هي بتبقى سكيلابل، تقدر تشتغل على اي حجم، يعني نقدر نسكيل الداتا زي ما احنا عايزين، نسكيل الفايل سيستم زي ما احنا عايزين. هو Distributed طبعا زي ما بتقول Hadoop Distributed File System، هو بيستور الداتا. طبعا في كل المميزات بتاع الفايل سيستم تاني، بس من ضمنها ان هو Distributed وان هو بيسكيل وان هو طبعا ان هو في اخر حتى الفايل سيستم هدوب ده في الاخر هو ايه؟ سوفت وير. يعني هو مش سوفت وير، يعني هو ليه اي بي اي بتساعد ان هو يخزن الداتا بشكل ديستريبيوتد وبشكل يبقى في كل خصائص الاستورج المخصصه للبيج داتا. طيب بعد كده هدوب ما بروديوس ده الكومبوننت الثاني في هدوب، او هو بروسينج انجن او كمبيوت بارادايم بتاع هدوب مثلا اللي هو مابريديوس. مابريديوس عباره عن ايه؟ زي ما شرحنا بكده، تخيل ان هو الطريقه اللي هدوب بيقدر يساعدنا ان هو البروسيس ديت على هدوب. بس هل السؤال اللي بيطرح نفسه كويس جدا او كتير جدا، هل هدوب او هل مابريديوس هي ذا اونلي فريم ورك؟ لا مش اونلي فريم ورك. ممكن هل هدوب ممكن نركب على اي كومبيوت انجن تاني؟ ممكن نركب اي كومبيوت انجن تاني، بس هو ما طلع في البيزك كان طالع يعني البيزك بيجمع هدوب هو مابريديوس، هو الاساس يعني البروسيسنج انجن بتاعه. طيب بعد كده يعني لما هو عندي فايل سيستم وعندي بروسيسنج لازم عندي ريسورس مانجر، يعني عندي او خلينا نقول الكومبوننت المسؤول على الريسورسز مانجمنت في هدوب عامه. ازاي نقدر نوزع التاسكات؟ مين ياخد ايه؟ مين عايز ريسورسز قد ايه؟ التاسك دي عايزه كام جيجا؟ عايزه كام رام؟ عايزه كام سي بي يو؟ مين فاضي؟ مين النودز مش فاضيه؟ اني نود شغاله مش شغاله؟ كل الكلام ده موجود في يارن. طيب فدول التلاتة كومبوننت اساسيين في هدوب. طيب هل بقى في الترنيتيف لهدوب؟ يعني انا دلوقتي جيت مسكت التلاتة كومبوننت دول، هل ليهم الترنيتيف؟ ليهم الترنيتيف. انا ممكن اشيل هدوب اتش دي اف اس واحط بداله اس اس في على امازون، او احط عليه جي اف اس جوجل فايل سيستم، او اي داتا لاير تانية يعني ايجور مثلا ايا كان. يعني فبالتالي انا لو عايز ابستراكت كده واشيل قطعه من هدوب اقدر اشيل فايل سيستم واركب بداله اس اس في، وده فعلا على امازون ممكن يبقى معاك مثلا هدوب كلاستر بس انت بتخزن الداتا على اس اس في عادي وبكونكت ببعض. طيب المابريديوس، هل انا محتاج يبقى دايما البروس مابريديوس؟ ما حدش دلوقتي على حد علمي بيستخدم مابريديوس في البروسيسنج، يعني مش متاكد بس اعتقد ماليش لازمه اصلا يعني. بس خلينا نقول هي موجوده بس مش مستخدمه قوي، يعني اعتقد هي انقادت يعني بس ستيل. لكن ده معظم الناس شغاله ايه؟ سبارك او فلينك كبروسيسنج انجن. وهو فعليا يعني لو قلنا اتش دي اف اس ممكن يكون موجود، فلا ما بيجوز مش موجود قوي خلاص، هو معظم الناس شغاله على سبارك او فلينك ككمبيوتيشن انجن. طيب كوبرنيتس بقى دلوقتي زي ما قلنا ان يارن الناس اللي من خلفيه ويب او ايا كان ديفلوبمنت ابلكيشن
انت ممكن تشيل يارن وتركبها كوبرنيتس عادي جدا، وفي دلوقتي هدوب على كوبرنيتس، وفي دلوقتي سباك بشغل على كوبرنيتس والقصة دي كلها. فبالتالي انا هدوب ككومبوننت ممكن تشيلها ونربليس، بس احنا بنتكلم على هدوب ككونتكست، وهنشرح ازاي هدوب بيقدر يشتغل في الكونتكست بتاعه ده، ماشي؟ مش بنتكلم على الالترناتيف بتاعته هنا. طيب هل بقى ال 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 احنا ممكن نستخدم الهدوب يعني هل مثلا لما نتكلم على SSV مثلا دلوقتي، هل SSV ده ممكن نتكلم عليه، هل هو ممكن نشتغل اون بريمس، هل هو ممكن يبقى موجود اون بريمس؟ احنا مش بنتكلم على اليوز كيس دي، بس انا ممكن اشتغل اون بريمس بقى شغال HDFS مثلا، بقى مثلا شغال اون بريمس بركب سبارك اوفر هدوب، ودي من ضمن مميزات هدوب ان هو زي ما قلنا ان هو بيديك الاتاحه دي. لو عايز اشيل يارن ممكن احط كوبرنيتس، بس مثلا عايز يبقى عندي يارن هيبقى عندي موجود. فبالتالي غالبا لما اشتغل اون بريمس بيبقى عندي الهدوب بيزك بلاتفورم، دي الفيرجن نفسها الهدوب ممكن تكون كلاوديرا، هوتون ووركس، ماب ار، اوراكل عندها فيرجن برضه ديستريبيوشن، ايا كان. حتى يعني في بعض الشركات الكلاود بتعمل اللي هو هايبرد كلاود، يعني بيبقى عندها جزء اون بريمس كده بتنزله لك، وانت يعني ايه تاخد بعض الفيتشر من كلاود، بس مش كل الفيتشر طبعا. طيب نيجي نشرح بقى ونشوف الاركتكشر بتاع هدوب شغال ازاي. ايه الاركتكشر بتاع هدوب؟ هنلاقي ان احنا عندنا تحت خالص كده هي الداتا انتجريشن لاير. الداتا انتجريشن لاير دي هي اللاير المسؤوله على كل انتجريشن بين كل اللايرز الموجوده عندي في هدوب، كل الداتا انتجريشن لاير موجوده عندي. طيب عندي الاستورج، الاستورج في هدوب قد تكون اللي هو هدوب فايل سيستم اللي هو اتش دي اف اس، او قد يكون داتابيز مثلا زي نوسيك وزي اتش بيز مثلا. هتقولي ايه ده، انا مش فاهم، احنا قلنا ان هدوب شغال ب HDFS. اقول لك بس عادي جدا ممكن اشيل HDFS واحط بداله نو سيكوال داتابيز بتشتغل على البيج داتا وبتكومينيكيت مع هدوب، وعندها كل فيتشر بتاعت هدوب. فبالتالي انا مش ليميتد بان انا كل حاجه يبقى عندي فايل سيستم، ممكن عايز داتابيز ممكن اركب انتجريت هدوب مع كاساندرا كلاستر عادي جدا، يبقى عندي انتجريشن مع دي. وعلى فكره في كتير جدا يوز كيس بالشكل ده، بس خلينا نكون فاهمين احنا كستورج لاير، احنا فاهمين في ستورج لاير. ستورج لاير دي بتسبورت الديستريبيوشن وهي شغاله كبارت اوف داتا ستورج عندي في هدوب. طيب الورك لود مانجمنت او الريسورس مانجمنت عندي هي لاير موجوده في هدوب مسؤوله ان هي بتمانج الريسورسز، او لما انا بطلب مثلا رن جوب دي عايزه مثلا 100 جيجا رام، مين بقى اللي بيهندل الريسورسز دي؟ مين بيقول جوب ده خدي، لا ما فيش ريسورسز، طب مين خلص مين ما خلص، مين بيمانج حاجه اسمها كونتينرايزيشن جوه هدوب؟ دي اللي هي مسؤوله عن الكلام ده. فكده عندي فوق بقى خالص فعلا ايكو سيستم، دي بقى الحاجات اللي لما نزلت عملت يعني فعلا بقى في الهدوب لازمه جامده جدا، بقى في 100 حاجه ممكن اعملها هدوب. عندي سيكوال بروسيسنج، عندي هايف، وعندي اكتر من دول تانية، عندي باتش بروسيسنج نفس الكلام بقى، عندي ممكن اعمل سبارك او ما بيجوز زمان او حتى اي حاجه تانية. ستريمينج ممكن اركب ستريمينج اوفر هدوب برضو، ممكن اركب ماشين ليرنينج، ممكن اركب اذر ابلكيشن، يعني عندي 100 ابلكيشن تانية وحاجات كتير جدا دلوقتي بقت شغاله اوفر هدوب. ماشي، طبعا احنا بنتكلم حد بيقول طب انا شغال كلاود، هل ممكن ممكن هايبرد اخد مثلا حاجه، ممكن مثلا يبقى عندي لو انا عايز هدوب ممكن مثلا فبقى عندي هدوب مثلا على الكلاود ايما كلاستر مثلا، واحط واركبه على سبارك مثلا، واسطب عليه شويه حاجات جاهزه واشتغل عليه. لو انت هنشوف مع بعض كده اكزامبل في ديمو من الديموز ان احنا ازاي ممكن باستخدام كلاود مثلا زي امازون ان احنا نعمل كلاستر اي ام ار، ونشوف ازاي ان احنا ممكن يبقى نسطب كل الحاجات دي جاهزه على كلاود، ونشوف. لا مش هنعمل ديمو ازاي تسطب هدوب اون بريمس لان الموضوع معقد فيه تفاصيل كتير، بس ممكن نحط ريسورس لو حد حابب يجرب التجربه بنفسه يعني. طيب نيجي بقى لهدوب موتيفيشن، الحته دي مهمه جدا، لازم ما حد يكون بيسالنا او لما طلع هدوب ايه الحاجه اللي هدوب قدمها خلى ان هدوب بيقدم موتيفيشن في المجال اللي عندنا، او ليه ايه الحاجه هدوب ضافها خلى ان هدوب فعلا بيقدم حاجه جديده خلى ناس كتير تستخدمها. طيب ولازم ما حد يسال السؤال ده يكون فاهم كويس ليه فعلا في اضافه تعمل بهدوب. اول حاجه التراديشنال كومبيوتيشن، بتلاقي ان دايما كان الاعتماد في الاول ان احنا نكبر الكمبيوترات، عايزين عندنا سيرفر عايزين نكبره لغايه نوصل لاكبر ليميت ممكن عندنا عشان نجيب داتا اكتر او بروسس داتا اكتر، ودي في الاخر كان ليه ليميت. ليه؟ قالوا كل ما الداتا بتكتر، لان في قانون بيقول لك ان ال 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 كل تقريبا 18 او 24 شهر احنا الكمبيوتيشن باور اللي احنا بنحتاجها بتحصل دبل عشان احنا الداتا بتكتر والنيد للكمبيوتيشن بتزيد. وطبعا ده بدا يطلع حاجه اسمها سوبر كومبيوتنج والكلام ده، بس خلينا نتكلم في الوضع الحالي ان فعلا الداتا بتكتر واحنا
خلاص في ليميت، مهما تروس تكبر السيرفر السيرفرات نفسها ليها ليميت، مش هتشيل الكلام ده. فبالتالي اللي بيحصل ايه، ان احنا كنا محتاجين حل، ان الحل ده يبقى عندنا مور كمبيوترز مش بيجر كمبيوترز. فده خلى ان هدوب بيطلع بيقدم الحل ده بسهوله جدا. حط اي جهاز ان شاء الله حتى بي سي عادي على السيرفر هيشتغل، وهنقول حتى على عادي دي اما نخلص. طيب حاجه الثانيه الاستورج، يعني كان زمان برضو عندنا سيرفر، السيرفر ده متخزن فيه داتا وليه باك اب، بس الداتا كلها متخزنه في ستورج في حته واحده في مكان واحد. طب الحل ايه؟ هي الحل كان ان احنا، يعني ده مش حل عملي لو انت عايز تديستريبيوت داتا. كل ما نعوز نشتغل على الداتا او نبروسس الداتا، محتاجين نموف الداتا من المكان ده للبروسيسنج يونت ونعمل لها بروسيسنج. طيب لو جينا مثلا اخدنا مثال تول زي داتا ستيج او تول زي تالنت، عشان تعمل بروسيسنج للداتا بيحصل ايه؟ بتروح تاخد الداتا من السورس فايلز او من الـ من الـ من الستورج داتا سنتر الموجود عندي، وتاخدها على السيرفر بتاع تالنت او السيرفر بتاع داتا ستيج، تعملها بروسيسنج. حتى البروسيسنج ده بشكل ديستريبيوتد، بس هي بتاخد الداتا، بتموف الداتا، تعملها بروسيسنج وترجعها تاني للاوتبوت للداتابيز او للستورج تاني. فبالتالي الداتا بيحصلها كوبي او موف كتير. وخد بالك اما الداتا بتكتر او بتكبر، النتورك برضه ستيل ليها باندويث مهما كبرنا، فبقى في بوتل نيك في المود اهوت از ستورج بارت. طيب الستوري الموفمنت او الكوبي بتاع ده هو كان حل مش مشكله لغايه فتره كبيره، يعني ما ده مش كبيره، بس لما ده بقت تكبر لا بدا يبقى في مشكله. يقول لك طب عايزين نعمل مش عارف 5 جيجا بايت نتورك، لا عايزين 10 جي بي، بعد كده لا يقول لك عايزين 40 جيجا بايت نتورك. هنفضل نكبر ليه؟ عشان عايزين الداتا تموف اسرع. بس في الاخر الموضوع بقى كوستلي، يعني طبعا انا عشان يبقى عندي على كلاود مثلا او حتى اون بريمس داتا سنتر فيها مثلا 40 جيجا بايت كابلات نتورك والكلام ده، لا موضوع كوستلي وكل شويه الداتا بتكتف، فالموضوع بقى صعب. وخد بالك كده في موضوع النتورك ده، عشان الموضوع ده هدوب حله بحاجه في حاجات كتير في الماب ريديوس عاملين نتكلم عليها. ماشي. طيب الريكويرمنت بقى اللي الناس قالت هنحطها عشان يبقى عندنا نيو ابروتش اللي هو هدوب يكون سهل، ايه هي؟ قال لك اول حاجه لازم يكون فول توران، بقى الفول تورانس عامه. فكده قال لك الهاي افيلابيليتي، لازم يبقى النظام الجديد فيه high availability. ايه تاني؟ قالك الـ reliability، النظام نفسه يبقى reliable اصلا. حاجة تانية قالك يبقى scalable، قادر scale النظام ده بسهولة. الconsistency، يعني ان النظام يبقى فيه consistency في كل حاجة، في الـ behavior، في الـ data، كل حاجة يبقى فيه consistency. تاني حاجة الـ data locality، ان انا اقدر approach الـ data في المكان اللي هي فيه، مش محتاج ابقى move النظام جديد. والايكونوميك، ان انا مش محتاج ان انا كل ما عاوز اعمل بروسيسنج اروح اشتري سيرفر غالي جدا وبسبيكس عاليه جدا عشان اقدر بروس، لا احنا عايزين يكون عندنا نظام او سيستم يقدر يدعم ان انا يبقى عندي هاردوير او سيرفرات عاديه اقدر بروس بيها الداتا. طيب ناخد واحده واحده كده على السريع. انا بدات باخر واحده، دي من اهم الحاجات. وفعلا لما بخش مثلا اسمع الجمله دي في انترفيو بحس ان الراجل اللي بيقول الجمله فاهم. حته الايكونوميك، هدوب فعلا كوموتي، فكره الكوموتي او الايكونوميك او الستاندرد هاردوير بتاعته دي فكره قويه جدا. مش كل النظام بيستحمل الكلام ده، هو مش اي سيستم ديستريبيوتد. لو شفت الناس اللي هي داتا هاوس قديمه، انا داتا هاوس باك جراوند مش ديفلوبمنت قوي، يعني مش ويب ابلكيشن، فتلاقي ان احنا كنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين سبيشال هاردوير عشان نشغل داتابيز مثلا، وتش از الكيس دي ما كانتش موجوده في كل حاجه، او مش دي الكيس الاساسيه الموجوده في هدوب. هدوب اي سيرفرات تشتغل. طيب الداتا لوكاليتي، يبقى اول نقطه كانت مهمه جدا الايكونوميك، تاني نقطه كانت مهمه جدا جدا وكانت فعلا نقله في المجال، هي حته الداتا لوكاليتي. زمان انا زي ما قلنا محتاج اموف الداتا وكوبي الداتا للسيرفر بتاع البروسيسنج عشان اعملها بروسيسنج، لكن مع هدوب الموضوع مش محتاج الكلام ده كله. مع هدوب انا كل اللي محتاج اعمله ان انا عندي جار مثلا او عندي بروجرام، بروح رن الجار ده في المكان اللي فيه الداتا، مش محتاج اموف الداتا. ستيل في شويه موفمنت بيحصل الداتا بس قليل مش كبير. تمام. ودي حته فعلا يعني خلينا نقول هي موتيفيشن في هدوب، حته جديده جدا في هدوب. طيب برضه خلينا نقول ان اتش دي اف اس هو بما انه هو كونسيستنت، فاحنا مش هيبقى عندنا مشكله لو احنا بنموف، يعني لو بما انه ديستريبيوتد فمش هيبقى عندي مشكله لو انا ببص الداتا ان ممكن يبقى فيه جزء من الداتا مثلا اتعمل بروسن جزء لا، او هيحصل مثلا حاجه مش فيه كونسيستنسي في الداتا. طيب دول حاجتين مهمين. الاجزاء الجايه دي هتبقى عارف اللي هو ايه، ابيليتي اللي هي سكالابيلتي وريلابيلتي، كل الحاجات دي هي موجوده في سيستم ثانيه وهي مش المين فيتشرز في هدوب، بس هي مهمه ان السيستم الجديد لما يكون فيه الحاجات الاولى دي يكملوا بالحاجات دي.
فهمتني؟ يعني دول اهم نقطتين في الاول تقريبا. بيت حاجات جايه دي موجوده في معظم سيستمز اللي قبلها دول برضو، بس احنا محتاجين يكون عندنا الفيتشرز دي عشان الدنيا تكمل. اول حاجه فول توليرانس، انا عايز السيستم بتاعي بشكل ما لو حصل ان انا عندي حته فيلد او في يعني لو عندي مثلا اي ايفنت فيلد عندي في السيستم عامه، من السيستم كله ما يحصلوش فيلير. يعني انا عايز يعني ايه ان هو يكمل. لان عندي مثلا دلوقتي انا عندي هديك مثال، انا عندي جوب بتعمل بروسينج للداتا، وفي بارتيشن من الداتا حصل له مشكله، انا مش عايز الجوب كلها تفيل، وعايز طريقه ما ان يرجع يبروس الحته الفيلد دي، بس مش عاوز يقعد يبروس السيستم كله فروم سكراتش. دي حته مهمه جدا. فهو يعني الديفينيشن بتاع الفول تورنس عامه في من ويكيبيديا بيقول لك ايه، اتس بروبرتي ذات انيبل ا سيستم تو كونتينيو اوبريتنج properly in the event of failure one or more faults within some of its component. يعني فدي ده مثال ايه هو الفول تورنس عامه يعني، وده اللي هدوب بيعمله، ده اللي هنشرحه وهنشوف الماب ريدوس بيحصل ايه. ايه تاني؟ ان انا لو عندي في جزء من الفانكشن حصل لها مشكله، ان الفانكشن دي تداوم بشكل سلس، ونقدر بعد كده نعمل بروسيسنج تاني، بس ما يحصلش بقى ان السيستم كله يكراش او يحصل مشاكل كبيره. طيب برضه ستيل انا قاعد يعني كل النقط دي هي ما زالت شرح لنفس النقطه اللي هي بتاعت التولرانس. احنا بنقول برضه ان انت لما تيجي تديزاين سيستم يكون فول تولرانس، احنا لازم السيستم ده يكون بيقدر يكونتينيو الاوبريشن، او يعني لما يحصل فيلير يقدر يكونتينيو والحاجات الفيلد بشكل ايزلي، وبشكل من غير اي ريسك او من غير اي كوست عامه ان هو يقدر يشتغل. مش محتاج ان انا ابدا بروسيس فروم سكراتش، فاهدر الريسورس اللي انا بنيتها عشان اعمل بروسينج بتاع الجوب دي مثلا. طيب هاي افيلابيليتي، انا محتاج السيستم بتاعي انه يبقى شغال اولموست على طول، ما يبقاش فيه اي داون تايم، ولو حصل فيه فيلير في كومبوننت فيه او نود فيه او حاجه فيه يقدر يشتغل، يبقى فيه بديل ان الكلام ده، ان يبقى فيه حد تاني بيعمل نفس التاسك بحيث انه كله ما يحصلوش اي فيلير، وقت ما عاوز اجيب الداتا تبقى موجوده وجاهزه بشكل سلس. ودي حته مهمه جدا موجوده في اي هاي بيرفورمانس سيستم. الحاجه التانية ان دايما بيبقى فيه الشركات عامه بتلاقي بتقول لك انا هاي افيلابل مش عارف او تربل 9 او O49s أو O59s. يعني ايه؟ يقول لك انا السيستم بتاعي شغال مش عارف 99 و9999، فمثلا 4 تسعات مثلا تلاقي واحد يقول لك السيستم بتاعي شغال او هاي افيلابل 99 و4 تسعات من 10، ده معناه ان هو في 25 دقيقه مثلا داون تايم في السنه. طب هدوب بقى مفروض، او اي سيستم عامه يبقى ايه؟ بيقول لك ان المفروض يبقى اكتر من كده كمان، 5 تسعات ده قليل او 4 تسعات ده قليل، ممكن يبقى اكتر كمان، في يقول لك 6 ساعات انا بيحصل لي 10 دقايق بس فيلير في السنه. طبعا انت عشان توصل 10 دقايق ده بيبقى فيه ستيل كوست بتحط وكلاستر ديزاين بتحط عشان يحصل المرحله دي، بس احنا بنتكلم عامه ان انا يعني البيست كيس ما يحصلش اي داون تايم عندي، ولو حصل ان في حاجه داون يعني حصلها داون يبقى ليها بديل على طول، باك اب بيقوم بسرعه، ستاند باي ريدي، ان ما يحصلش اي مشاكل في السيستم عامه. ماشي. ريلابيليتي بقى يعني الحته دي بصراحه مهمه جدا. انا دلوقتي لو انا عندي سيستم سريع جدا وهاي افيلابل، بس سيستم مش ريلايبل، يعني معوز اجيب الداتا ما بيجيبش داتا، ويحصل مثلا ممكن اتخزن داتا يحصل لها لوست باي شكل ما، الريلايبلتي دي انا بحس ان هي ما ينفعش سيستم داتا مش ريلايبل. يعني الا بقى لو انت شغال مع ستارت اب بشكل يعني ناس مش مهتمه بداتا قوي بيعملوا حاجه فانسي، بس اي حاجه بنطلع منها داتا طالما انا معلومه والمعلومه دي هناخد منها ديسيشنز لازم السيستم ريلايبل فيها. السكيلابيلتي برضه بقى عندي، انا عايز سيستم اقدر ان اسكيل فيه هوريزونتال وفيرتيكال. يعني انا عايز مثلا لو انا عندي سيستم، عندي فريم ورك او عندي سيستم زي هدوب ده في مثلا 50 نود انا عايز ازوده اخليهم 100، فالسيستم يدعم ان لما ازود نودز يسكيل معايا الكلاستر. طب انا عندي 10 نودز بس انا مش محتاج ازود نودز، عايز ازود مثلا رامات في السيرفر ده، لما ازود رامات ما يحصلش اي مشاكل، بس السيستم بيستفاد من معلومات، بيستفاد من الكلام ده وبيستفاد من الكلام ده، سواء ان ازود نودز او ان انا انكريز النودز، ودي بيسموها الفيرتيكال والهوريزونتال سكيلينج.
ودي حته مهمه جدا. الكونسستنسي يعني انا المفروض دلوقتي لو برن جوب 10 مرات على نفس الداتا المفروض تطلع نفس الاوتبوت كل مره. لو جوب بترن بشكل معين وكانت شغاله بشكل ما، ما ينفعش ان انا كل مره يطلع ريزلت مختلفه او ادي بشكل مختلف. ده معناه ان السيستم مش كونسستنت، يبقى في مشكله في الكونسستنسي. وان اتش تي اف اس هو اوريدي كونسستنت في الحته دي. طيب الكور كونسبت في هدوب، الحاجات اللي احنا هدوب بدات نجي اعملها من الحاجات اللي شرحناها دي، هدوب هو سكيلبل هاي وفول توران، ده اوريدي موجود. هدوب بيربليكيت الداتا عشان ينكريز الافيلابيليتي والريلابيليتي في السيستم عنده، وهتلاقي ان وهو اوريدي ديزاين يبقى هايلي افيلابل، عن طريق هنشرح ازاي بعدين. هدوب بيبرينج البروجرام للداتا، فالداتا اللوكاليتي اول شرحناها اوريدي موجوده فيه. هدوب اوريدي بيموف البروجرام للداتا، مش بيموف الداتا للبروجرام، ودي حته هنشرحها ان ازاي الجار نفسه، لان هدوب مثلا نفترض بنكتب جافا بروجرام بياخد الجار ده يرنه على مكان في الداتا ويرجع لي ريزلت، مش او حتى يكتب ريزلت في المكان اللي في الداتا، مش محتاج ان اموف الداتا في النتورك، فدي مهمه جدا. برضو حاجه مهمه جدا مش محتاج بقى، في ناس برضو كان زمان في عامله ديستربت سيستم بس ماس بتكتب بقى، تقعد تكتب لو ليفل لو كود او مش عارف سي بلس بلس ديتيلز كود، وستيل ده اوريدي موجود وبصنم بعض الحاجات، بس لا هدوب اسهل من كده كتير. هاي ليفل اي بي اي تكتب كود بسيط جدا، هو تحت يعني بيقعد يعمل كل الكلام انت ما بتعرفوش، ودي حته مهمه جدا. لما جاء ديزاين سيستم انا مش محتاج ان انا اخلي الديفلوبر يقعد يكتب كل تفاصيل زي ديستريبيوت وزي يعمل، لا كل الكلام ده بيبقى ابستراكتد للديفلوبر عامه يعني. طيب هدوب زي ما قلنا برضو هو بيديوس الموفمنت الداتا شافل بتوين نودز، فبالتالي عشان موضوع الداتا لوكاليتي اللي هدوب بيعملها. انا حاولت في الفيديو ده اشرح كل الاساسيات بتاعت هدوب، كل الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها في هدوب، الموتيفيشن بتاعت هدوب، شرحنا ليه هدوب موجود والمميزات بتاعته والموتيفيشن بتاعته، شرحنا جزء تسأل فيها كتير جدا هل هدوب خلاص خلص مات ولا ايه. زي ما قلنا انا لا ستيل موجود، بس كلاود سهل حاجه كتير جدا في هدوب، فبالتالي في ناس كتير بقى بتروح كلاود، بس معظم الشركات مثلا اتصالات والبنوك اللي ما عندهمش مثلا كلاود بروفايدر في نفس البلد غالبا بيضطروا يشتغلوا اون بريمس. المره الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم على اول حاجه في هدوب، وهو هدوب ديستريبيوتد فايل سيستم اتش دي اف اس. خليكم معانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.